انا هو الشقيق ديال الاخ اللي وقع عليه هادشي، خويا الخواطري وقع عليه هادشي، وقع عليه الاثنين اللي فات، وقع عليه تسمم في المحل، والحاليه ما عرفناش داكشي من الناس، داكشي راه ما عرفناش من الناس، باقيين ما عرفناش داكشي من الناس، وهادشي راه نزل عليه هو بحال الصاعقه. والسيد راه في الدومين 25 سنه، هو في الدومين ولا 26، هو في الدومين. وهادشي اخويا راه اثر فينا بزاف، هادشي راه اثر فينا بزاف، هادشي راه مابقينا عرفناش كنديرو دابا، ما عرفنا والله ما بقينا عرفنا من نبداو داكشي. ونتمنوا اخويا يكون شي خير. وهادشي اخويا اللي وقع للخوادر راه بزاف اخويا، الله يدير شي تاوي ديال الخير. الخوادر راه خدام ما بيه ما عليه، ما بيه ما عليه، تتسمو ليه الناس. شي كيقول لك البيض كل واش كيقول، حنا لا كان البيض راه حنا ما يمكنش لينا نديرو خبره للبيض، ما يمكنش لينا نديرو الخبره للبيض، عاد نخدمو به. والله يدير شي تاويل تاع الخير اخويا، نتمناو يكون شي خير. هو تاثر بزاف ومرض بزاف، وبعد يعرف المحل ديالو هو راه كيبكي بزاف، غير البكيان غير البكيان غير تيب، ما عرفتش اش كيدير، تصدم تصدم. دابا هو حاليا دابا مريض مريض، والنفسيه ديالو مدمره، النفسيه ديالو مدمره بزاف اختي اخويا، والله الا مدمره بزاف. عنده ربعه الوليدات والمراه حامله، والناس كيتداولوا كيقول لك المراه اللي دارت لي، ما المراه اللي دارت لي، هادشي راه ما كاينش اخويا، وهادشي راه كذوب. المراه ديالو راه ما كتجيش للمحل، وهو كلشي كيتصاوب في المحل، كلشي كيصاوبوه هنا في المحل هنا، ومستحيل المراه دير لي شي حاجه. ونتمنى يكون خير اخويا، ونتمنى القضاء ياخذ بعين الاعتبار وينصفو ويعطيه حقه، والله ينصر سيدنا، والله ينصر الحموشي. واخويا هادشي راه اللي داروا الخواضر راه بزاف بزاف، اللي دار شي حاجه وكان سبب للخواضر يوجهنا الله، لانه الخواضر مسكين غادي دقه دقه، اللي دار شي حاجه للخواضر يوجهنا الله اخويا. ولا كان اخويا هادشي ما عرفنا شنو كيف، ما داكشي راه برزطنا بزاف. اليوم شناه في المحكمه غير جابوه وردوه، واخويا الحاله ديالو راه مدمره بزاف، راه مريض بزاف. يلا جابوه ردوه، باقي ما عرفناش المحامي شنو دار. يلا قال لي تدوز عندي.